بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يعني أنا الحين حاليا عمري 36 سنة. أنا ما وتعيت على الدنيا إن هذا المجلس موجود. ما شاء الله. يعني ما شفت إن في سنة من السنين السابقة إن كان ما في مجالس حسيني مجالس رمضانية في شهر رمضان. يعني تقريبا نبدأ من الساعة تقريبا فمان تقريبا نخلص 9:30 تقريبا. كذي. ساعة ونص في الليل. نختم ختمة واحدة. على راحتنا نقرأ القرآن. وختمة واحدة من بداية الشهر إلى نهاية الشهر ختمة كاملة. يعني في الليلة تقريبا جزء واحد. إيه. هو عادة إذا يصير مثل هاي الأمور. يعني أنت صعبة تقول لي للمرتاد إهداء أو هاي يعني تنحرج بعض الأحيان يكون إحراجات. بس الحين مع تقدم السنين الأخيرة يعني صار الناس عندها ثقافة شوي. صارت الناس تعرف إن في مجلس القرآن إنه يكون دائما انصات وإذا قرئ القرآن فانصتوا. ففي الآونة الأخيرة أنا أشوف لاحظت إن هذا الثقافة أو هذا الظاهر خلت شوي وإن شاء الله مع السنين القادمة إن شاء الله تروح نهائيا ما تصير هاي الأمور. يعني أكيد بيكون حضوره يعطي شوي يعني مثل ما تقول بركة. حضوره هو الكل في الكل في المجلس. فبعض الأحيان المرتادين يجون إليه خصيصا. يجون إليه خصيصا يعني باعتبار أنه رب الأسرة وراعي البيت فأكيد بيكون إليه أهمية كبيرة. إليه ثقلة في البيت يعني. إليه الوالد إليه ذكريات يعني وجوده إليه ثقل في البيت. يعني الجماعة كذلك من برا يجون علشان الوالد مو موجود مثلا راح الماتم والله هذا يسألون عنه وين الوالد. إليه ثقلة يعني. صحيح. الله يرحمه إن شاء الله. من يعني أكثر شيء من داخل القرية. ويجون أحيانا من برا أصدقاء وربع يعني مال الشغل. يعني أنا وأبوي يعرفون أبوي من قبل. يجون سوق جد حفص يجون إليه من حتى من سار وغير سار باعتبار إن أهلي هناك في سار بعد فيجون إليه. ويجون بعد كذلك يعني فئة الصغار والكبار يجون يعني بعد يعني. نفتح إليهم إذا شفناه يعني أنه يعرف مقدمات القراءة نخليه يقرأ. فإذا شفناه يبعد يعني بلي يعني قراءة ضعيفة نخليه يقرأ شيء بسيط يعني. وإذا شفناه هذا نشجعه. إذا شفناه يعني قراءة صحيحة نشجعه نخليه يواصل يقرأ. المفروض يعني الله يسلمك الصعوبات إن ما بتحصل في المجالس يعني اللي يقرون عرفته ما بتقدر تحصل الجماعة كلهم يجون لك. يعني إذا مثلا قار يعني ختموا بيت فلان في الديرة
يقله بيتجمعون في مكان، يعني في مكانات اخرى بيقرون بعاد ما يحصلون جماعه، خصوصا اذا بدوا ناس يعني اللي هو يبدون قبلنا يعني بيحصلون لهم جماعه، وجماعه وتالي في المجالس الباقيه يصير ضعيف عليهم الحضور، حضور الختم. هذه الملاحظه. والملاحظه الثانيه ان المفروض يصير الاختام جماعيه، هذه حليوه على اساس لا كل واحد يقرا في بيته وتالي يصير نقص في مكان وفي مكان يروحون ناس واجد. لو يصير له الختم جماعي يعني مثلا 5-6 بيوت في مجلس واحد، هذا افضل يعني. انا اقول طبعا مثل ما قلت هو القران الكريم قراءته سواء كان في ختمه او غير ختمه هو بركه وثواب سبحانه وتعالى الى الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني اللي هو التجمع، هذا التجمع اللي يصير في من اجل الاختام هو مثل ما تقول ترابط اجتماعي بين اهالي القريه، فهذا يعطي قوه بين الاهالي بين المجتمع القروي ويكون تماسك بين الناس، فهذه حد ذاتها يعني قوه اجتماعيه ممتازه وهائله، يعني حيث ان كل بيت قاعد يجمع ناس قاعدين يجتمعون لاجل قراءه القران. صحيح. ولاجل يعني مثل ما تقول الاستماع الى القران الكريم. بالنسبه الى المجالس القرانيه في هالرمضان سواء كانت العام او السنه، طبعا احنا فاتحين المجلس لقراءه القران، ولكن مثل ما انت عارف ناخذ بالاحترازات الطبيه وكل الكل متباعد عن الثاني ولابس كمام، واكيد في هاي المعقمات اللي نستخدمها طبية. على طول طبيه، نعم اللي نستخدمها على طول. وبالنسبه للمرتادين ما نستقبل اي زوار ما عدا الاهل والاقارب، اكيد لازم يكون قبل وبعد، وحتى يعني اي واحد يكون موجود ويانا هني بيكون اوريدي مكانه معقم، وبعد ما يطلع ايضا نعقم المكان اللي قاعد فيه. احنا نوجه رسالتنا من مجلسنا، احنا يعني نتمنى ان هذه المجالس القرانيه تستمر الى الاعوام الاعوام القادمه ان شاء الله، ما تنتهي ابدا، لانها ظاهره اجتماعيه جدا راقيه، فيها تتجمع الاهل والاصدقاء والاحبه، منها يأخذ الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن. فهذه رسالتي إن شاء الله، نستمر في قراءة القرآن في شهر رمضان المبارك.